فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما موقفنا من الأحاديث الضعيفة التي ترد في بعض كتب أهل العلم؟ وش أدريك عن الضعيفة؟ أنت متخصص في الحديث، والضعيفة ما هي على حد سواء، منها ما يرتقي إلى درجة الحسن، ومنها ما يعمل به في الترغيب والترهيب. يعني هذه مسألة تتركها للعلماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.